انا هعمل دلوقتي للاطفال المعترضين، هنعمل لهم كفته البطاطس بالسجق بمدرسه المغازي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. استاذنك استاذ رحاب نشوف المقادير. بسيطه وسهله لا تتعدى اصابع اليد العشره. طاسه على النار شديده الحراره، بنحط فيها معلقه سمنه صغيره، والمقادير على الشاشه. حلو، معلقه السمنه نسيبها كده، وناخد البطاطس اللي سلقناها مسبقا، وبعد ما سلقناها بالقشره سيبناها لما تبرد وقشرناها. ليه سلقتها بالقشره وتعذب نفسك يا مغازي؟ عشان احافظ على النشويات والكربوهيدرات والسكريات اللي موجوده في البطاطس، لان معظمنا بيقشرها ويسلقها، وبعد كده بتلاقي فقدنا النشويات والكربوهيدرات والسكر اللي موجود فيها في الميه بتاعه السلق، وكده انا ما بستفيدش بيها. فانا سلقتها بالقشره، سبتها لما تبرد، وبعدين بخليها بالشكل ده كده. الله. والطاسه بتسخن عندي. حلو. زي ما انا شغال كده واحده واحده. هنا كده هرست البطاطس بايدي، خلي بالك لازم تكون خشنه. بنكسر عليها كده تلات بيضات، الكميه دي تاخد تلات بيضات عشان ده كيلو بطاطس. نخليهم كده زي الفل. نيجي بقى للتركايه. ايه هي يا مغازي؟ هناخد السجق البلدي بتاعنا ده كده، ومعايا بلانشه صغيره، وامسك السجق ده اقطعه. بس لازم تكون الطاسه شديده الحراره. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما ينفعش السجق ده ينزل في طاسه بارده، هيتحول للحمه مفرومه. فلازم الطاسه فيها شويه زيت وتكون درجه الحراره عاليه جدا. اللي انا بقوله ده مهم جدا على فكره، التفاصيل دي مطلوبه. هناخد السجق ده كده، اللهم صل على النبي، تعالى، وسكينتنا كده الحلوه، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا عم الجزار. حلو، زي الفل. زي ما هو كده، تشتريه من عند الجزار واحطه قدام عينيا كده، واجيب السكينه كده، سكينه حاميه، التقطيعه دي مطلوبه. ودرجه حراره الطاسه شايفها ان هي شديده الحراره. السجق ده فيه تتبيله، فيه طعم. البطاطس هرستها بايدي خشنه، حطيت شويه بقدونس وشويه شبت، كسرت تلات بيضات، حط الملح والفلفل دلوقتي ونظبط الطعم. بس خلينا احط السجق ده في النار عشان نكسب وقت. وانا شغال عينيا الشمال بترف، اللي هي ناحيه البصاره، وانا واقف كده عايز اروح واجيب العيش البلدي من الفرنه واكلها كلها. زي ما احنا شغالين كده، الغطا في ايدي اهوت. خلي بالك التركية دي مطلوبه. استنى على البصله دي تاخد لون. تقولي لي بتكره ايه يا شيف؟ والله للامانه، بصله نيه في الشوربه، بصله نيه في الكفته، بصله نيه في طبق في رغيف حواوشي، بيعصبني. انا احب البصله مستويه ايا كانت بقى، جوه شوربه، جوه رغيف حواوشي، جوه فطيره، الحاجات دي كلها. النار ما تخافش على ايدي، النار ما بتحرقش مؤمن. حلو، تمام. البصله كده اخبارها ايه؟ زي الفل. ننزل بالسجق بتاعنا. نرجع للسجق. ليه غطيت الطاسه يا عم الشيف؟ ايوه ده السؤال. السجق ده انا مقطعه قطع صغيره، والسجق ده عنوانه اللي يبان سليم كده، اصابع في قلب الاكله وفي قلب الطاجن. فانا قطعته وهو ني، فلازم ينزل في طاسه شديده الحراره وغطيه عشان ياخد البصمه ويبقى زي عقله الصباح كده في قلب الكفته. هي دي الحلاوه. طيب نقلبه مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحمار والجمال ده؟ مهما بقى تحطيه مع البطاطس مش هيتغير شكله خالص. بهاراتك يا عم الشيف كده صغيرين، دلعه كده، خليه سبايسي ماشي. ده هناخده دلوقتي، وعلى فين؟ على فين بقى حد يقول لي؟ على البطاطس وشويه زعتر. يلا نشوف البطاطس اخبارها ايه. اهي حطينا عليها شويه خضره من البقدونس والشبت، وقليل الشبت الحرامي ده بيسرق الطعم. ونقلب الخليط ده كله مع بعض كده كويس مع البطاطس. وعندي قالب، في اشكال بقى عند اخواننا اللي بيبيعوا الحاجات ديت، تلاقي شكل قلب، شكل مستطيل، شكل مربع، بتاع التشيز كيك. بتجيبيه وتدهنيه سمنه او زبده، وتحطه في ارضيته شويه بقسماط. هو معانا على الشاشه، جيبه لي يا مخرجنا يا جميل يا مبدع عينيا يا فندم. القالب ده والله يوفاك. ده القالب ده مهم جدا. بجيب القالب ده كده بدهنه سمنه تركية. هنا برضو دي حاجة كده حلوة تعجبكم، بتهنوا سمنة
او زبده، وبعدين برش فيه شويه بقسماط. هاخد اللي انا عملته ده كده هنا اهو بالشكل ده كده، باخد شويه منه كده واقلبه. يلا يا عم الشيف. اهو وفي قلب الطاجن بحطها. يا ويلي على الفطيره دي يا شيف، يا ويلي. فيها بيض فيها بروتين فيها نشويات فيها كربوهيدرات فيها خبره وابداع فني طهوي اهو. هناخد ده كله مع بعضه اهو زي ما انا شغال كده اهو اهو في قلب الايه القالب ده، هو ده يا عم الشيف. دي تاكلي منها بقى وتدعي لي، تقطعي منها زي المكرونه البشاميل كده. نعم والله حسب الرغبه، عايز جبنه ماشي، بس انا يعني ايه عايز الطعم يبقى هنا السجق وبطاطس. حطينا جبنه موزاريلا خدت الطعم. ناخد السجق البلدي اللي شويه الحلوين اللي عندي دول كده، بحطهم على الوش عنوان الطبق، وبحطهم كده وافتح الفرن بتاعي. احنا عندنا فاصل ولا خلصنا يا شباب؟ يا ريت تدوني 5 دقايق والله العظيم، بجد والله العظيم خبر بيزعلني والله العظيم. قال لك لازم نختم، بس قبل ما اختم لازم نقول احنا عملنا ايه علشان ده مهم جدا. الفرن بتاعي درجة حرارته 180. نبص عليه كده، ايه الحلاوة دي؟ زي الفل. اللي انا خابس فيه الكب كيك من شوية بنفس الدرجة، هاخدها زي ما هي كده اهو. خالص اهو. وتتحط هنا يا عم الشيف بالشكل، بص عليها كده عينيا اهو، دي مهمة جدا. دي مهمة جدا. عايز أقول حاجة بقى قبل ما ننهي الحلقة، عشان المفروض إن أنا دلوقتي خلصت. أنا للأمانة ببقى عايز مع حضراتكم كده 5 ساعات كل يوم، ما بملش، لا أمل ولا أكل، مع مشاهديني ومع حبائي ومع كل اللي بيتابعوني على شاشة التلفزيون المصري. ولكن إحنا بيحكمنا وقت، بيحكمنا نظام. فلازم الصينية دي في الفرن هنا عايز لها تقريباً 20 دقيقة عشان اللي يعملها، 20 دقيقة بتطلع من الفرن. وظيفة البيت هنا، وظيفة البيت بيتماسك فيه كل حاجة، وبيطلع معايا قالب بشكل مستطيل حلو زي صينية المكرونة بالبشاميل بس مختلفة، دي ما فيهاش صوص، وتقطعها كده مربعات تبقى لطيفة وجميلة. عملنا النهاردة الكب كيك بالمشمش لأطفالنا الحلوين عشان نكافئهم كده ويقدروا إن هم ياخدوا الوجبة بتاعتهم من البيت مع كوباية العصير. جوزك هو نازل على الشغل مع كوباية الشاي. عملنا طبق بيتكلم مصري بكل اللغات المصرية، الريف المصري نعم، الصعيد المصري نعم، القاهرة نعم، اسكندرية نعم عشان ما حدش يزعل، أسوان والأقصر نعم، كل ده. ولكن إضافة الشيف المغازل للبسطرمة عايزين نشوف نعم أو لا على السوشيال ميديا. الطاجن الكفتة بتاعتي في الفرن هطلعها عشان نشوفها مع بعض، ورؤية وفن وإبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.